نفسي ابقى زيك كتير. المقاومه هي الحاجه الوحيده اللي هتضغط على الانجليز وهتحرمهم قدام العالم. بقول لك ايه، ما تقلقش يا شباب. انت مين يا جدعان؟ مش في بنت في البر بتعرف تكسر عقد القصب زي ده. انجليزي ايه بالشنبات اللي في خلاقكوا دي؟ انجليز خافوا الاول مرة ولسه بكرة هيخافوا. كل بداية على اللي بيتعرض. احنا هننزل نحاول الناس. قول حاجة يا حبيب الانجليز، افضل ساكت لحد امتى؟